يعني مشاهدينا صراحة كان زين تشمون معانا هالريحة الجميلة جدا والجذابة جدا. ايش رايك ريحة طبخ الكويت هذا؟ اي والله البلاليط هذه سوت شغل مو طبيعي بالاستديو. يعطيك العافية مبارك حياك الله نورتينا. الله يرضى عليك. يا هلا ومرحبا فيك منورتنا ومنورة ليالي الكويت وتسلم ايدك على هالنكسة. ريحة الهيل عجيبة. احنا نبي نعرف الحين انت حتى بهاراتك غير؟ نعم انا اشهد ان بهاراتي غير لها طريقه معينه يعني طبعا اغسلها اشريها واغسلها واشرها وارجع اطحنها واحمسها. هذه بروحها سالفه. اي لان هذه سالفه بروحها. سويتي لنا فيها سنابات ولا لا؟ كتبت مره عنها في الانستغرام فقط لان لو بطبقها بال نبي نشوف في السناب نتعلم. راح تاخذ يمكن اكثر من يومين لان إيه لها يعني باع طويل او يبي لها بال طويل على ما اسويها فهي متعبه جدا. وللامانه البهارات اسويها بنفسي. يعني اشتريها من سمراء عدن. انا لازم اقول الصدق يعني وهذا انا اقوله بسناباتي. ما احب اخش شيء. سمراء عدن يجيب البهارات اللي انا ابيها يعني واخذها واثق فيه مكان اثق فيه. حلو. فنعم أنا لي نكهة خاصة. يعني أكيد إحنا أكيد نشكر وجودك اليوم في ليالي الكويت بقى. وأكيد مشاهدينا أول ظهور إعلامي لمبارك غادة المسلم ما قصرت جتنا ونورتنا في ليالي الكويت. تستاهلون عيال الكويت. يا حلو الكويت يا حلو عيالنا حبيبتي وحلو أجهزتنا وكل وزاراتنا وأتشرف. ليش أرفض يعني؟ لا بالعكس إحنا اللي يزيدنا شرف وجودك. وبعدين أنت معروفة بعد بحكوتك الكويتية. نعم. يعني كلماتك حتى طريقتك صراحة مبارك. نعم. من اسمك يعني أم مبارك وطريقة كلامك توقعناك واحدة كبيرة بالعمر. الكل يقول ما شاء الله. تفاجأنا أن ما شاء الله عليك للحين شباب وصغيرة. يعني والله شباب وصغيرة وكلك الحمد لله. يعني أنا بالنسبة لي الأمر هذا ما أتصنعه. يعني أنا هذا صوتي وهذا أسلوبي وهذه طريقتي. يعني حتى مع عيالي وأهلي وإخواني هذه أنا. أنا وأنا صغيرة كان عندي حلم أن أصير مطربة بيبي يعني. بس الحمد لله أن أبوي شعمني فالصوت كلش ما يساعد. فهذه أنا بدون تصنع. ناس كثيرة تقول لي صوتك مو على شكلك يعني. طيب شنو اسوي يعني؟ هذا اول لما قبلتي علينا ايش قالت غاده؟ قالت غاده وغاده ما يعرفون الذيب. انا اشهد. لا حكوا كويتيه عدل. مبارك خلينا نتكلم عن بدايتك مع السوشيال ميديا. نعم. شلون جات الفكره ويعني شلون دخلتي هالمجال هذا؟ للامانه ما في فكره. للامانه انا بدايتي كان في تويتر وقطعته ما حبيت اكمل فيه. بعدين قالوا لي في برنامج اسمه انستغرام. وعادي صوره دعاء. بعدين الانطلاقه كانت في شهر سبتمبر الماضي. يعني هذا لها قصه. ما كان عندنا طباخ. يعني احنا كل سنه نصيف بالقاهره. حلو. وللاسف طباخنا راجو قاعد في البيت بالكويت يطبخ حق اخواني. فقلت حق امي لا يضيق خلقك انا موجوده. حلو. طيب شلون اسلي نفسي؟ واضحه بنيتي فتحت لي الانستغرام اللي هو كان اساسا موجود عندي وبديت اصور بالانستغرام عادي يعني عقب الطبخ. بالطبخ الصوره الطبخ. اي يعني ما بس الصوره النهائيه لا يعني ما يعني بديت شوي. بعدين شفت تفاعل. شلون سويتي هالطبخه؟ شلون طلعت؟ بالنسبه لي انا امر طبيعي. انا ما ادري ان في ناس قاعد تتابع تبي تعرف فعلا الطريقه شلون صايره. يمكن شموا ريحه الطباخ من الصور. قالوا لي نشم ريحه الطباخ من الموبايل. فبديت اطبق بحذافيرها الطبخه بحذافيرها. وللامانه بعدين طلع شيء اسمه سناب. قالت لي ماما انت الحين 15 ثانية تصورين فيديو تنزلينها مرة ثانية. أنا ترى بدائية جدا في الأشياء هذه. يعني أنا والتكنولوجيا أعداء يعني ما بين الكيميكال مالنا صعب. فقالت لي ماما إيش رايك نحط لك سناب؟ لا أوكي سناب سناب. كنت متوهقة فيه ما أعرف أشتغل يعني ما أعرف.
وانشهرت بالسناب اكثر من انستغرام. ايه فمع العلم ان الانستغرام كان قبل السناب. ومن يومها بديت الطبخ. ايه لكن انا دائما اقول يعني جمله وارددها، انا ماني طباخه. يعني لما يقولون طباخه معناته ان هي تطبخ في البيت وتبيع يعني، ولا اني شيف. انا ماني شيف. الشيف لما يقولون شيف يعني عنده شهاده ممهوره يعني ومن معاهد مختصه. انا ماني شيف ولا املك مشروع تجاري ولا ابيع في بيتي اطلاقا، ما ابيع. اصبح السناب والانستغرام اكنه باب، فتحت باب من ابواب بيتي يشوفون الناس على الطبيعه. شوي شوي كبرت المسألة، كبرت يعني مش كبرت يعني المسألة كبرت وسعت شوي، زادت عدد الفولورز أصبح وايد. لقيت ناس يقولون لي ترى أنت لك منافسين، ناس ما أعرفهم يعني. استمريت مع العلم أن لقيت ضغوطات، لكن استمريت. الضغوطات يتني بسبب شغلة واحدة، أن أنا لما رجعت من القاهرة بعد الصيف ناس قاموا يتنقصوا لي نقصة. حلو. يقولوا مبارك أنا هذا الشغل أسويه وذوقي. أنا يعني من الكرم لأن أنا ما أعرفهم، فأنا أقول بالسناب والله فلانة عندها حساب كذي تابعوها، لا جابت لي هالنقصة. أي متذوق يبون يعرفون رايك. اي يبون يعرفون لا انا اتشكر منها. ايه انا اقول والله فلانه ما قصرت جابت لي. الناس اصبحت انا ترى للامانه يعني غافلين لكم الله، ما كنت احسب حساب ان هذا الامر راح يتطور الى شكل من اشكال الدعايه. فكثرت النقصات وكثرت السنابات. فقالوا لي المتابعين ام مبارك ترى صار حسابك شو اسمه مشاريع، انت تاخذين فلوس؟ قلت لهم انا ما اخذ فلوس، وهذه النقصات الناس قاعده تكرمني فيها علشان انا اقدمها لهم واقول لهم والله مشكورين. بعدين تطور الامر، عرفت ان السالفه يبوني اعرض لهم مشاريعهم في سناب. هني الضغوطات اللي جتني. ليش ما تاخذين فلوس؟ وايد ضغط كان قوي علي. اخذي فلوس، هذا جهد. هذا مجهود، انت توقفين تاخذين من وقتك، ريولك واقفه قاعد تشرحين، اخذي بيزات. للامانه الشديده انا استحرم اخذ فلوس من تقديمي للمشاريع. بس مبارك يعني اكيد انت بعد هالتطور هذا جاتك عروض اكبر شويه، يعني ما تفكرين مثلا مستقبلا تسوين برنامج تلفزيوني عن الطبخ؟ ايش رايك؟ انت يعني جبتي الامر بشكل جيد، دائما ترى انا احب تلقائيتك في الاسئله. للامانه عرض علي سليمان القصار الله يحفظه، بوداود. نعم بوداود ماخر شيء. قال لي ام مبارك انا طلبتك واتمنى ما ترديني. قلت له مستحيل اردك، انا عندي برنامج في رمضان ابيك تطلعين معي في احد حلقات البرنامج الطبخ الرمضاني. حلو. وهالسنه احنا سميناه او اطلقنا عليه نقصه القصار. حلو. قلت له ابو داود من المستحيل اني اردك، مع العلم ان انا ما اطلع يعني انا ماني شايفه ان انا فوتوجينيك ولا انا عندي شيء، ولا يعني انا انسانه عاديه طبيعيه وما اطلع وجهي، يعني ما في يعني داعي ان انا يعني اطلع نفسي. انت مو باحثه عن الشهره؟ لا ابدا اطلاقا والله، انا فقط قاعده اقدم شيء. بعدين تطور الامر يعني حتى الناس اللي بالغربه يعني طلبتنا وعيالنا واللي مقتربين برا يتابعوني، فانا اطبخ لهم تعلمون. فعلا يتابعونك من جميع. فالقصار قال لي اطلعي معي، قلت له حاضر من عيوني سنتين. وكان هذا اول ظهور لي
بالتلفزيون مع القصه. بس طبعا البرنامج للحين ما نعرض. انتم فزتوا. احنا والله نعم انتم اللي فزتوا نعم. لكن كظهور انا هذا جواب يعني لسؤال حضرتك لما قلتي ما فكرتي. انا ابي برنامج بروحك. برنامج بروحي يا غاده فيها الفكره يعني ممكن تسوينها؟ انا ما عندي مانع. لكن انا ما احب انه يكون بالطريقه الاعتيادية التقليدية طاولة وشولة وجدور وملاليس ومكونات. شنو طريقة الناس ملت؟ شنو طريقة يعني المبارك؟ للأمانة الناس يعني ما تبي هال هالخط هذا خلاص انتهى يعني. صادقة أنا عندي في بالي فكرة. بس ها لا تقولينها الحين على الهواء. هذا هو يعني قوليها حق الاستاذ يوسف مصطفى بعدين. اي يعني انا في بالي فكره وكم كنت اتمنى ان احد يتبناها لان انا عندي هدف ابي اوصل اقول هذه دوله الكويت للخارج. حلو. هذه احنا هذا عيال الكويت. ابي الكويت توصل لقلب كل واحد خارج نطاق دوله الكويت. انا ما ابي اشرح زياده. حسيتي كذي من متابعينك بالانستغرام من خارج الكويت حسيتي بهالحب بهالروح؟ نعم. من خلال طبخك قاعد يحبونك قاعد يحبون ديرتك يعني قاعد تمثلين الكويت هم بطريقه إيه نعم من انا يعني نعم الاكل نعم ثقافه اي نعم شوفي الثقافه. شوفي لولو انا دائما اكرر اقول كل شخص فينا سفير لتربيته لبيئته. إذا أنا خارج نطاق البيت أنا سفيرة لتربية أمي وأبوي. حلو. إذا خرجت خارج نطاق دولة الكويت أنا سفيرة لبلدي. حلو. يعني عندنا يعني نقول إذا سافرتي تمتعي بالأخلاق أنا مسلمة. يعني حتى الإسلام توصلينا بشكل جميل للخارج. حلو. أنت قاعد تعاملين مع جانب. أكيد. الدين معاملة. أكيد صح. أفتخر أن أنا كويتية. أفتخر أن أنا أنتمي لدول الخليج. أي. أنتمي أن أنا أكون من أحد أعضاء الأمة العربية. أنا أحب هالهوية. وأنت يعني خير من يشرف البلد فعلاً. وطريقتك وأسلوبك هالجميل هذا والرائع يسعد الكل صراحة والله يا مبارك. بس أنا عندي سؤال على موضوع هالقصص الحلوة اللي تقولينها يعني مع الطبخة في حزاية. مو بس القصص مبارك وأنت تطبخين أشوفك وأنت تفركين الفلفل والبصل قاعدة تشوفينها أنا أشوف صراحة. نعم. قاعد أقولك متابعينك من كل الأعمار يعني أمهاتنا وكلنا نتابعك. أنا أقول لك هذا شرف لي أنكم تتابعوني. أنا أتشرف إن في ناس تتابعني بهالمستوى. شوفي قلت لك أنا ماني طباخة. أنا عندي جوانب أخرى يعني أحبها. أنا أحب أقرأ. أحب الشعر. أحب أكتب. عندي خواطر. وأحب الأدب يعني. الخواطر كلها مالتك أنتي. نعم. ما تأخذينها من أحد. القصص مني أنا. حلو. لكن النثر أو الأشعار اللي هي أربع أبيات منقولة. أي. أنا ما أحب أكذب. لكن القصص أنا كتبتها نعم. وهذا ترى حلم ثاني. أو أشياء ثانية يمكن أقولها حق أستاذ يوسف مصطفى بعدين على كلامك أنا ما أدري. سؤالك قلتي لي مبارك أنتي وأنت تتكلمين صح تقولين قصة صح خلال يعني السوشيال ميديا أو خلال تاريخ أو مدة الطبخ اللي أنا كنت فيها بالقاهرة حاولت أن أنا أوصل معلومة للمرأة بشكل غير مباشر أقول لها اهتمي ببيتك اهتمي بعيالك. ايه ترى أنا جدة يعني عندي أحفاد ما شاء الله فدائما أطالع عيالي وأحفادي وهذيلي نصب عيني يعني دائما البيوت الآن تعاني وما هي الكل لكن في بيوت تعاني من مشاكل بحكم الـ يعني التطور في اللي احنا قاعدين بحياتنا فحاولت أوصل معلومة وأنا أطبخ حرقي كثري الفلفل أنا أونسها بطريقة غير مباشرة إن أنا أقول لها قومي طبخي إيه
أنا اليوم كان عندي مقابلة في الاف ام مارينا اف ام، وقال لي ليش تكرهين الذي؟ ليش تكرهين شنو؟ الذي. أنا دائما أطلق على الميل الذي وفي ميل التي. فقال لي ليش تكرهين الذي؟ قلت له أنا ما أكره أحد وقلبي لا يكره أحد إطلاقا، وإذا في أحد يكرهني هذه مشكلته، عنده مشكلة مسكين يعني، الله يحفظه يعني. لكن نطبخ حق الذي. نعم، فأنا قاعدة أوصل معلومة بطريقة حلوة مغلفة، ممكن هي تجذب غادة وتجذب لولو وتجذب سبيتشة وتجذب حصة علشان يقومون يطبخون حق بيتهم، يحبون المطبخ. في ناس تقول لي مبارك عمرنا ما دخلنا مطبخ. اي والله انا منهم يا مبارك، انا قمت اتابعك حق الذي. يعني شو الحمد لله يعني. فناس تقول لي احنا عمرنا ما دخلنا مطبخ، شجعتينا ندخل مطبخ. امس كان رحت استقبال وشفت واحده من البنات تقول لي مبارك انت قلتي كلمه وانا دائما اقولها، اذا دخلتي المطبخ قولي انا اقدر اطلع هالطبخه. ايه وخليتيني واثقه من نفسي وانا نعم. فما يبي له شيء، هو كلها ملح وفلفل وبصلي. ما يبي لها شيء، ما تطلع يا ليت تطلع اشياء واشياء يا مبارك. لازم تثقين قدراتك. ابيك الحين توجهين كلمه حق البنات وتختمين هذا اللقاء بالطريقه اللي دائما تختمينها بالسناب. ها اوكي، عندي انا طريقه ختاميه ترى. ابي اوصل رساله واقول انا احب الجميع وقلبي لا يكره احد. كلمه واحده ابي اقولها، حبوا الكويت. الكويت حبتنا وعزتنا. اي والله يا ليت يعني الحب، احنا نحبها لكن ابي الحب المضاعف. سواء بنت، شاب، شابه، انتوا الان يعني الجيل القادم، احنا المفروض نزرع فيكم ونقول لكم حبوا اكثر عشان الدولة تعطيكم اكثر. حب الارض ما يعلو عليه حب اخر. وعند الختام نقول، وعند الختام يقف الكلام ونقول السلام، ولنا لقاء قريبا بامر الله. السلام عليكم. ان شاء الله. شكرا لك استاذة غادة المسلم، وبعد شوي بنجيب الشوكة ونبي. لازم قصرت تسلم ايدك على هالاكل الحلو، على هاللقاء اللي اكيد كان شيق معك. الله يرضى عليك. يا هلا فيكم مشاهدينا، نطرونا في الغد ان شاء الله ولقاءات جديدة ومميزة ايضا بليالي الكويت. في امان الله، تصبحون على خير.